السيد عميد صاحب الجلالة على الإنسة وليس المحترم، السيد مندوب السامي لقدماء المقاومة من أعضاء جيش التحرير المحترم، السيد نائب رئيس مجلس بلدي والسيد رئيس جمعية بن خلدون المحترمين، أيها السادة الكرام، أولا بعرف عن نفسي قبل أن أدخل في هذه المعركة ديال العلوان، لأن أنا من حافظة علي وحمد بن الزو اللي قاموا المستعمر الفرنسي في معركة علوانة، واللي سجنوا في مدينة توريت وهربوا من السجن، وكاين واحد خالي هنايا متا هو من المحافظة ديالهم علال الربح، علال الربح واحد الموظف الداخلي ديالنا هو من المحافظة ديال عمان، علي حمداوي مناضل جمعاوي رئيس جمعية عين سبيلية للفنون الشعبية وعضو في المؤسسة الدولية أناضين التي يترأسها السيد أندري سولاي. أنا حفيد لمحمد أحمد ومحمد أحد مقاومين بمعركة علوانة رحمهم الله. مثلت المغرب في عدة دول وشاركت مع مجموعتي في مئات من المهرجانات، واستقبلت من طرف عدة وزراء بالمغرب مدير مهرجان العلاوي والتفن الأمازيغي لإحياء ذكرى معركة علوانة، هذا ملتقى سنوي. جمعيتنا تنظم كل سنة مهرجان يخلد لأمجاد وبطولات أبناء المنطقة في مقاومة المستعمر الفرنسي، وقد بدأت جمعيتنا في تخليد هذه الذكرى منذ 2005. الكل كيعرف أن ملي كنت نقول لهم معركة علوانة بدو كانوا يلحقوا، كانوا يقولوا لي هذا واش الذكرى منين جبت هذا الشيء؟ في 2005 بدينا كنخلدوا هذه الذكرى، حنا كنخلدوها بالطريقة ديالنا بالفرحة، يوم النصر كنجيبوا الفرق من جميع أنحاء المغرب من الأطلس وكل شيء، وكنديروا واحد المهرجان كبير اللي كيحضروا فيه. انا غادي نوريكم شكون اللي كيحضر في هذه الذكرى هذه. حتى المندوب السامي اللي كنشكرك التمثيل ديال السيد المندوب الجهوي اللي كيحضر معنا كل سنه في هذه اللقاءات. وقد بدأت جمعيتنا بتخليد هذه الذكرى منذ 2005، وقد حضرت في هذه الذكرى شخصيات وطنيه ويهوديه وفرنسيه، والاعلام الوطني والدولي بي بي سي والقناة الأولى والقناة الثانية والقناة الأمازيغية وقناة بلادي العراقية والجرائد المكتوبة والإلكترونية. وهذه السنة سنحتفل بهذه الذكرى من 8 إلى 12 غشت بتنظيم الدورة الثالثة عشرة لمهرجان العلاوي وتفن الأمازيغي الثامن. كما أتقدم إليكم سيدي المندوب السامي على حضوركم معنا كل سنة في شخص ممثلكم السيد المندوب الجهوي لقدماء المقاومة من أعضاء جيش التحرير بوجدة. وغادي ندخل في ملخص غير بسيط باش ما نطولش عليكم حول هذه المعركة، لأن راه الوقت ضيق اليوم الجمعة. ملخص حول معركة علوانة. جاء الجنرال يوطي من العين الصفراء من الجزائر ودخل مدينة دبدو في 11 ماي 1911 على الجيش جرار، وقد استقبله اليهود بالفرحة الكبرى، لأن هذه الإحصائيات وكاين كتب ديال مصطفى العلوي الجزء الرابع للمناورات الأجنبية ضد السيادة المغربية. أنا لست أستاذ ولا قريت 5 سنين في المدرسة باش نعرف. واستقبله اليهود بالزغاريد والفرحة الكبرى، وبدأ يوزع قاداته على مناطق المدينة القاعدة ونواحيها، وفي 15 ماي 1911